كرم بيعرف بعملتك الوسخة هي؟ بس عمران بحياته ما لمس ايده لرفيف. اعطيني شوية صبر يا ربي، خلي لي شوية عقلات البقيانين. زياد بيك بس اسمعني. شو لسه بدي اسمع منك ها؟ انت لغيتي وجودي بهالبيت، وبغبائك حياة ابني انقلبت فوقاني تحتاني، وكمان هلا كرم عم يتدمر قدام عيونك. كيف بتعتبري حالك ام؟ كيف هيك بتدمري عيلتك؟ ضميرك لهي الدرجة بيطاوعك تعملي هيك؟ ما عندك إنسانية. زياد بيك طول بالك علي. روحي من هون، نقلعي من قدامي. جدي شو صاير لتيتي؟ عود لشوف. كرم ما رح اسمح لك تتزوج رفيف لا هلا ولا بعدين. خالك عمران ما رح تنكسر كلمته. جدي بكفي بقى، انا اليوم المساء عامل الخطبه، واذا اجيت ولا ما اجيت ما بيهمني. اقعد مكانك. كرم كرم نعم بابا. عمران كرم ما رح يتراجع ومصر على قراره. اعمل اي شيء لتمنعه، الخطبة اليوم المساء وبكرة كتب الكتاب. لا تخاف بابا، انا بعرف كيف اتصرف معه ولا يهمك. انت ليش امتي من تختك؟ يلا روحي تسطحي. أختي شو رح تلبسي اليوم المساء؟ بلبس أي شيء. ما بقى عندك وقت كتير، شو بدك تلبسي؟ ما رح تعملي شعراتك؟ نزلي خلاص لا تفكري بهالأمور، طلعي ارتاحي. يلا عجبك اللي عملتيه فينا؟ تفضلي، هاي كرم ما رح يتخلى عن البنت ورح يخطبها. عمران بجهة وديما بجهة تانية،
كل مين صاير بمطرح بسببك. أنا شو بدي أعمل فيكي ها؟ قليلي صدقني أنا كل شي عملته كرمال مصلحة ولاد زياد بك. مولاي نازو ما ضل بقلبك شوية رحمة؟ أنا ما ضل عندي رحمة وما رح سامحك عليه. دمرتي كل العيلة، دمرتيها، لا بقى تأرجيني خلقتك. رفيف تتصلي بكرم وبتخبري انك تراجعتي ومو موافقه. اطلع لبرا لو سمحت عمران. رفيف ما بدي ارجع احكي. ما رح اتراجع. شوفي حالتك، انت هيك عم تدمري حياتك وحياه كرم وهو مو ذنبه. عمران قلت لك اطلع. ما بعرف مكان هالخطبه بس رح اعرف وين، وبوعدك ما رح خليها تصير. اطلع من حياتي خلص، امشي. اللحمة 5 دقايق وبتصير جاهزة، بدك تاكل؟ طيب جيب البزق وخليه هو يحكي عنك. خلينا ساكتين، ما بدي احكي. طيب نسكت وخليك عم تتوجع انت وقلبك لحالكن، مع اني بحبك تحكي بس خلص بنسكت. رفيف انت لهلا ما جهزتي حالك؟ امي وين نزلي؟ مو على اساس نروح سوا؟ قال هي اخت العروس ولازم تعمل شعره، وانت جهزي حالك وروحي لهنيك، بس تجي منلحقك انا وياها. امي نازلي خير؟ أخي عمران. نازلي أنت شو عم تعملي هون؟ دقيت لك كان تليفونك مسكر، مرقت على البيت ومرقت على الشغل ما لقيتك، فقلت أكيد أنت بتكون هون. شوفي شو صاير أحكي. رح أقول اللي لازم أقوله. أخي عمران كرمال الله لا تخلي هالخطبة تصير، لأنه لازم توقفها. هي بتحبك إلها، لأنها معصبة منك وافقت تخطب. من وقت ما عرفت أنه هي الأم الحقيقية تغيرت معك. الخطبة بالمطعم، روح منعها لو سمحت. يه أمي خير شبه؟ لوين مسافرة؟ رفيف خانم خلصنا شغل، تأمرينا بشي؟ تمام يسلموا. Thank you.
بتتذكر ليش جاي لهون؟ عمران روح لو سمحت. خلاص انت عندك حياتك ومرتك، يلا روح من هون. روح لو سمحت. انت شو عملت عمران؟ رفيف انا بحبك كتير وانت كمان بتحبيني. لا مبلا، بس انت صايرة عم تحاولي تهربي مني وما بعرف ليش. عمران انت متجوز، روح من هون. انا زواجي انتهى، صدقيني انتهى. زواجك لسه ما انتهى، لأنه لو كان حكيك انسى. خلاص عمران أنا رح أنخطب لكرم اليوم. ما رح أسمح لكم رفيف، أنت هيك عم تغلطي، وهلأ بزواجك من كرم أكيد رح تأذيه ورح تأذي حالك. بترجاك احكي لي ليش عم تهربي مني، قولي شوفي. أنا ما عم بهرب منك عمران، مفكر إني عم بأذي حالي؟ مفكر ما رح كون مبسوطة بهالزواج؟ مو صحيح، وأنت بتعرف إنه حكي مزبوط. بس قلبك ما بيكذب، من شوي وقت بسدك كان قلبك رح يطير من الفرح رفيف، ما فيك تنكري أبداً. انت متعود تفسر على كيفك اللي بدك اياه، ويلي قدامك شو بتفكر وشو بتحس مو مهم ابدا. اناني وكل يلي بيهمك حالك وبس. انت عن جد هيك بتشوفيني؟ بعرف انه كل اللي بيهمك الولد، ما هيك؟ حضرتك كل هالفتره كنت مخبي عني اني امه الحقيقيه لانكم خفتوا، خفتوا اخده واهرب، وكان معك حق بهالشي مزبوط. لا تحلم اعطيك ابني عمران، ما رح تاخده مني أبداً، وأوعك تفكر بالورقة اللي موقعني عليها أنك تاخده. أنا ورقة هي؟ أنت عن شو عم تحكي؟ رفيف ما في هيك ورقة منوب؟ بلا، أنا شفتها بعيوني، ونعمة خانم جابتها. أمي أنا؟ إيه، وهددتني فيها، قالت لي أصحك تفكري تاخديه. ما عم صدق إنك خليتني وقع على الورقة بدون علمي. رفيف ما عم كذب، ما في هيك ورقة منوب. بلا، أنت وأمك ضحكتوا علي كل هالفترة، وما حدا كان صادق معي غير كرم. مشان هيك تغيرتي ما هيك؟ صرتي عم تهربي مني وافقتي على عرضه لكرم، كل شي كان بسبب هالفخ الوسخ والمقرف. رفيف أنا ممكن أعمل فيكي هيك؟ معقول ألعب عليكي من ورا ظهرك؟ ما بيعنيني، لأني صرت صدق اللي بتشوفه عيوني وبس، وكلامك وأكاذيبك ما عاد تمرق علي. خلص أمي وديما ما بدهم يانا نتزوج أبدا يا رفيف، ليه صدقتي لعبتهم؟ لأنك أنت جزء من لعبتهم كمان. روح من هون بقى. طيب مثل ما بدك رح روح، بس فكري منيح إذا عن جد بتحبي كرام. أصحك تشلحي هالمحبس من إيدك، وأنا وقتها بدفن حبي وبمشي. أما إذا بتحبيني عن جد وموافقة إنك تجي معي، فبوعدك إني بحياتي ما رح أتركك. القرار عندك.
عمران؟ خير ليش جاي لهون؟ رفيف شوفي ليش عم تبكي؟ كرم أنا ما بقدر أكمل معك، مستحيل. كيف يعني؟ ليك بالأول اسمعني، أنا ما قدرت، صدقني حاولت ضل معك، فكرت رح نكون مبسوطين بس طلعت غلطان. ما فيني لا أظلم حالي ولا أظلمك معي. رفيف كرام أنا مبسوط كتير معك، بس رح تكون تعيس لأنه ما بقدر أوعدك أنه بعدين رح أحبك مثل ما أنت بتحبني. لا تزعل مني. إيه رفيف، ليكي انت هلا خايفه واكيد بتكوني متوتره من هالموضوع، انا بفهمك، بس بدي توثقي فيني وبحالك. ماشي، لا تتركيني هيك. كرم مستحيل مستحيل نكمل بهالشي. وثقي فيني، بعرف انه انت ما بتحبيني وانا ما عم اطلب منك تحبيني مثل ما بحبك. انا كل اللي بدي اياه احميكي انت وابنك من الكل، بس ما لي حق اطلب منك هالشي. حرام خليك تضحي بحالك كرمالنا. رفيف كرم خلص، آسفة عطيتك أمل، سامحني مشان الله سامحني لو سمحت. رفيف خالي هو السبب مو هيك؟ كل شي عم يصير معنا طلع من تحت رأسه. كرم لو سمحت بسبب خالي مو هيك؟ قولي، لأنه بيحبك، مع أنه هو بيعرف أني بحبك من أول ما شفتك، بس هو ما بيهمه غير يملك كل الناس اللي حواليه، وأنت صدقتي أنه بيحبك وانخدعتي بلعبته. كرم اترك إيدي، عم بتوجع. يا رفيف أنت اللي عم توجعيني. رفيف أنا ما رح أتركك، واليوم رح ننخطب لبعض، عم تفهميني؟ كرم خلص تركني بقى. حضرتك بتعرف الرمان؟ نحن كلياتنا مثل الرمان، من برا منبين كتير قاسيين ومتماسكين، بس من جوا ما حدا بيعرف شو مخبين. لا تحلم أعطيك ابني عمران، ما رح تاخده مني أبدا، وأوعك تفكر بالورقة اللي موقعني عليها أنك تاخده. أنا ممكن أعمل فيكي هيك؟ معقول ألعب عليكي من ورا ظهرك؟ أمي وديما ما بدهن يانا نتزوج أبداً يا رفيف. ليه صدقتي لعبتهن؟
كرم؟ أنت منيح ابني؟ شو صاير كرم؟ وين رفيف؟ ما بعرف وينه؟ قالت لي ما بدي إياك وحملت حالة ومشيت. والخطبة؟ خلاص ما في لا خطبة ولا غيره، كل شي التغى. كرم شو صاير؟ شو في؟ سليم خلاص ما عاد في خطبة، كل شي انتهى هلا. كلكم رح تدفعوا ثمن هالعملة. كرم كرم ما رح تعرف قديش حبيتك، ما حسستك لأنه بعرف أنه مستحيل ضل معك. حاولت كتير شيلك من قلبي ومن عقلي بس ما قدرت. عمران يمكن مشان هيك وقتها صدقت يلي حكوليها وتخبيت منك، هربت وما واجهتك فيه. يا ريتك واجهتيني. خفت كتير واجهك، خفت صدق انك بتحبني وما عم تكذب. وشو اللي بيخوف بهالشي؟ خفت، خفت لانك متجوز وما بصير حتى اني احلم فيك. بس انا رح طلق، هالشي ما له علاقة فيكي. صح أنا انحظيت لأني تعرفت عليكي، بس لو كنتي أنتي ولا ما كنتي، ولو رجعتي لي ولا لا، فأنا كنت أكيد رح طلقها. فلا تلومي حالك أبدا. شوفي شو العالم وينهم؟ ما رح يجوا بنتي. اختك قالت لكرم ما بدي كمل ومشيت، وما منعرف وينها، وتليفونها كمان مغلق. انتي ما كان بدك ياهن ينخطبوا امي، ليش متضايقة ومزعوجة؟ بعدين اختي عملت عين العقل. كان لازم من الاول ترفض، ما كنا وصلنا لهالشي هلا. رفيف، خالتي سلطانة يعني على الحالتين طلعت كسبانة. صح. يا بنات لو شفتوها كنتوا مبارح ما رح تصدقوا والله. لك ولا كأنها نعمة خانم القوية، كانت مقهورة ومتضايقة وبس بدها تهرب من خجلتها. لو شفتوها كانت موطية راسها هيك وشنتايتها بإيدها، وقت شافتني مش يتركت. يا ربي دخيلك. لك انتو ما عرفتوا لي شو القصة؟ ما سمعتوا شي؟ أكيد انتو بتكونوا تنصتوا من ورا الباب. يلا حكولي، فضولي قتلني. ليش نحن بحياتنا تنصتنا على حدا؟ يا عيب الشوم. يا علينا، اي ما بدها زعل أسيل. أنا قصدي أكيد عرفتوا شو القصة لأنكم كل الوقت بالبيت. ما منعرف أصلاً، لو غصون عرفت كانت حكيت. والله أنا ما بعرف شو هو الموضوع ومستحيل أحكي أصلاً. اي خلص أصحكم تحكوا على نعمة خانم من وراها. بس هاي عم نبهكن هالمرة ما عاد ترجع على البيت. أصلاً أنا ليش معزبة حالي وعم بسألكن إلكن؟ هلأ بطلعوا بسأل بابا زياد وهو بيحكي لي، وطبعاً لو بتطقوا ما رح إلكن شو الموضوع. يا ربي دخيلك. إيه نحن شو عرفنا يعني؟ طالما رح تموت تروح تسأل. بابا تسمح لي فوت؟ قولي شو بدك وخلصيني. يعني بابا امي طلعت وهي حاملة شنتايتها واجيت لأسألك، معقولة ما بتعرف لوين راحت؟ لا ما بدي اعرف ولا حدا يسألني عنها،
وكمان من اليوم ورايح هالمخلوقة ما حدا يذكر اسمها أبدا. طيب بابا، انت اللي بدك اياه بنعمله. نعمت، بكفي حاج تبكي. يعني زياد بيك بيعصب فورا بس بعدين اكيد بيهدى، مستحيل يستغني عنك. بدون، لا هالمرة غير، انا ما عاد اعني له شي ابدا. يا الله، تشربي كاسة تانية؟ لا يسلموا. نعمت خانم؟ ألو أسيل؟ نشغل بالنا عليك يا خانم، وين قاعدة هلا؟ أنا عند بنت عمي فتون، لا تقلق وأنا منيحة. بنتي لا تنسي زياد بيك عنده دواء ولازم تعطيه بوقته ماشي، وكمان الصفرة بتحطوها مثل كل مرة بنفس الوقت. البيت بأمانتكم، لا تشغلي بالك. بس ليش عم تحكي هيك وكأنه ما عاد رح ترجعي على البيت يا خانم؟ ايه الله أعلم، يمكن ما عاد تشوفوني. لا تقولي هيك يا خانم، إن شاء الله كل شي بيتصلح. زياد بيك شو أخباره؟ حكى شي بعد ما طلعت؟ احكي لي شو قالكم بنتي. والله يا خانم ما حكى شي. أسيل، إذا إجا حدا وسأل عني قولوا لهم فوق نايمة بلا ما ينشغل بال الأولاد علي. ماشي نعمت خانم. يلا بنتي بخاطرك. بتعرفي شو بتمنى؟ كوني انتي وانا ومراد مرتاحين ومبسوطين ونعيش لحالنا هون. ليش الشوربة مانا على الطاولة لهلأ؟ جبتها زياد بيك. يا بنات، وين أمي؟ مشيت، عم تنال عقابة على اللي ساوته بولادها. ليش؟ شو اللي صار بابا؟ خير، شو عملت؟ من اليوم ورايح ما عاد عندكن أم اسمها نعمت، مفهوم؟ وأنا كمان ما عاد عندي هاي المرة اللي اسمها نعمت. شو هالحكي بابا؟ شو صاير؟ اللي صاير بيضل بيننا، انتو ما في داعي تعرفوا. واذا حدا منكم سأل عنا وحاول انه يتصل فيها رح اخنقه بايدي هدول. والحكي موجه للكل، من اليوم ورايح الخانم بهذا البيت هي كنتي الكبيرة. شكرا. بصراحة بابا هالشي شرف كبير إلي، بس مريم موجودة لسه. تعملوا اللي بقلكن عليه، ما بدي مريم تلتهي بشغل البيت. مثل ما بدك بابا.
طيب بابا، امي هلا اكيد بتكون حست بغلطها، وبعدين هي مرتك من سنين، يعني مو حلوه تعمل هيك. لا حلوه يا بنتي، وقليل على اللي عملته. مبروك يا جماعه، الخطبه التغيت، رفيف تركتني. كرام، كرام ممكن تهدى وتحكي لي شو اللي صار معك؟ يعني شو بده يصير؟ طلعت غلطان أمي؟ قالت لي أنا ما بقدر كمل معك ومشيت هيك. يا روحي، رفيف ما بدها تتزوجك، لو كانت عن جد بدها إياك المفروض تحاول وتعمل المستحيل لحتى تكونوا مع بعض، بس مبين هي بالأصل ما بدها هيك شيء. خالي ورا هالشي أمي، وأنا متأكد مثل ماني شايفك، وإلا هي ما رح تغير رأيها من الصبح للمساء. هي وعدتني أمي وكانت متحمسة أكثر مني، يمكن خالي هددها اليوم، أنا بتوقع أي شيء منه أمي. وشو فايدة هالحكي هلأ؟ هالحكي بيفيدني كثير، خالي اليوم سرق لي سعادتي. ابني أنت غلطت بقرارك، أنت كرمالي اللي بتحبها وقفت بوشنا، جدك وأنا رفيف لو عن جد بدياك ما كان رح يهمها أي شيء، حتى لو هددها خالك. بعرف إنك محروق من جوا، بس لازم تتقبل هالشي، يمكن الأمور كانت رح تتعقد أكتر. ليك رفيف حامل جواتها ابنه لخالك، وبعدين يمكن يكون قراره لرفيف وأنتوا بأول الطريق أحسن إلكم. ما في شي منيح بهالموضوع ولا شي. أوف، وين هالبنت يا ربي؟ تأخر الوقت كتير. لا تقلقي خالتي سلطانة، هلأ بتجي. بركي صاير معها شي. أوف رفيف أوف. أمي لا تاكلي هم، يعني معقول أخي عمران يأذي أختي بشي؟ ليش دخلك عمران؟ شو عرفه لوين راحت أختك رفيف؟ هو شو دخله؟ لا أنا ما عاد استحمل، رح خبر الشرطة يدوروا عليها. أمي ما في لزوم للشرطة، أختي مع عمران، يعني بتوقع هيك. بنتي لا تخلي جناني يطلع عليكي، اختك شو اللي بده ياخذها لعند هالزلمه بهالوقت المتاخر هاد؟ بيكون هو اجا واخذها، وين المشكله يعني؟ نزلي طلعي فيي لشوف انت شو مخبيه علي، شو عرفك انها مع عمران؟ خلصيني احكي، لا تفوري قلبي اكثر من هيك، جاوبيني لشوف. انا رحت من ورا ظهرك وحكيت مع عمران امي، وهلأ بعت لي مسج إنه أختي معه. شو قلتي؟ شو قلتي للعمران بالله؟ قلت له قلبي ما طاوعني شوف أختي وهي عم تموت من زعلها، تعالوا منع الخطبة لأنه أختي بتحبك وبتموت عليك. شو عملتي؟ اللي لازم أعمله أمي، أختي عم تتعذب لأنه ما بتحب كرم ولا رح تحبه، هي بتحب عمران وهو بحبها،